أغور، إستير واليون بصبي البحر اليوم. الباريسيون الثلاثة الصغار سيقومون برحلة بحرية مميزة وغريبة بعض الشيء برفقة أجدادهم في حوض لافيلات في باريس. الطاقم يستخدم واحدا من الزوارق الكهربائية 15 للإيجار من دون ترخيص. هي تستجيب ببطء شديد، لذلك نشعر دائما أننا سنصطدم بالجدار، وعند تدوير دولاب القيادة يكون ذلك بسرعة، لذا علينا أن نحذر، ولكن بعد ربع ساعة نفهم كل شيء. ابتداء من 40 يورو مقابل كل ساعة، وبعد دورة تدريب على السلامة يمكننا اكتشاف لافيلات، قناة أورك وقناة سان مارتن. سرعة الإبحار 7 كيلومترات في الساعة، إذا جان كلود وأسرته ليسوا على استعداد للوصول إلى البحر، ولكنهم يستمتعون بالمناظر. إنها جميلة، الأمر مختلف لأننا داخل المدينة، نرى المباني التي يتم بناؤها، نكتشف وجهة نظر أخرى، وهذا لطيف جدا. وتكثر الطلبات على الشركة الصغيرة التي أطلقت هذه الجولات على سطح الماء قبل شهرين. في المجموع تم فتح 40 كيلومترا من القنوات لعامة الناس من أصل 140 الموجودة في العاصمة الفرنسية، وحتى الساعة يتكون الجمهور بشكل أساسي من الفرنسيين. سيمرون عبر لا جيروند وأمام المركز الوطني للرقص ومركز الجمارك، وبعدها سيكتشفون الكثير من التراث الطبيعي، لأنهم سيصلون إلى حديقة البودروري في النهاية. ومع ذلك يجب الحرص على احترام قواعد أساسية، فعلى بحاري المياه العذبة دائما إفساح الطريق، كما تحظر وبطبيعة الحال السباحة.